الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة، نتحول فيها إلى رجاء رمزي. تفضل رجاء. شكرا إيمان، شكرا أدا. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروعا بحثيا بعنوان وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030. تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الانتاج المحلي وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد، وذلك في مواجهة الأزمات. أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أن باريس تعتزم بناء 8 محطات نووية تضاف إلى 6 محطات تم الإعلان عنها مسبقا لتحقيق أهداف خفض الكربون. تسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60% حاليا إلى 40%، ذلك في العام 2035، وهو ما سيتطلب بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 جيجاوات من الطاقة اعتبارا من العام 2026. أعلنت الحكومة البريطانية نيتها التحول إلى أول دولة أوروبية تنتج نوعا متطورا من وقود اليورانيوم الذي يقتصر إنتاجه تجاريا في الوقت الحالي على روسيا. يعد الاستثمار البريطاني في هذا الشأن جزءا من خطة لإنتاج ما يصل إلى 24 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة النووية، وذلك بحلول العام 2050، أي ما يعادل ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء. أكدت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية أن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 7.5%، وذلك على أساس سنوي في العام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وأضافت الوزارة أن الاقتصاد الكوري تلقى ما قيمته 32.7 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أدا وإيمان، فإليكما. شكرا لك رجائي.